الثمانينات في الدار البيضاء تبنى واحد الحي جديد في بلاصة الكاريانات القدام ديال بنوسيك. هذا الحي هو حي مولاي رشيد. وسط هذا الحي كاينه واحد الإقامة سميتها إقامة البيضاء. اليوم العائلات غادي يسافروا ويخليوا رجالهم وولادهم 7 أيام. النهار الكبير وصل، العائلات غادي يمشيو اليوم لمراكش. ولادهم ورجالهم جاو يسلموا عليهم. شنو هنا ليا بالي وانا غايبه على دار يا اكثر يلا سافرت مشيت شي بلاصه كنحلم بيه كنحلم شي حاجه تكون خايبه نخاف تبقى عليا البناتي شي حلم كينوضني من النعاس مخلوعه وخايفه كنوض في الليل تنطلع على بناتي كنشوف واش وقع لهم شي حاجه الرجال دابا بقاو بوحدهم ايوا بينوا لينا سيتي ما خايف من حتى شي حاجه انا غير كنتمنى الله اني نتوفق الابن ديالي ما يوقع ليه مشكل ويكون في صحه جيده وما يوقع ليه الشيء اللي كنتمنى حنا كنتمنوا من الله حاجه واحده من ان البنيه ما تكونش ما تجيش غير شي مرضى اللي تخليك مشطون كثر هذا هو اللي كنخاف منه هو انا صافي زعما كدق راه ما كاين حتى واحد ماما كانت مصيفره انت كدق تعطيتي ولا مالك والتنقيطي سطيشي إكرام شحال الساعة دابا أربعة ونص أجي يا زيخو كاش الله بشوية يا لك والجمال مير بشوية عليك ويتي هاك الله على سيدي مبشور في الكار العائلات نساو الهم وبداو النشاط جا الحبيب وقالت فين مشات صبرت جا الحبيب وما قالت فين مشات صبرت يصر ما خدش در معاك هذا شدر بعني عبت غلبي صبرت ما معكلين عرفوش يقولوا صبرت يقولوا صبرت قلنا صبرت صافرت أنا دام وقالت فين مشات صافرت واش هي رجعت ولا بقات صافرت أنا دام وما قالت فين مشات صافرت وش وش معايا مجاشات هلا واه تعصب والله تعصب يا ملاك
خلصكمش. الله الله إلهي في الله. الله الله رأمي سيوفي على الله. مسيو الخطابي لبس بنته ما عندي ما نقول، ولكن هو حاصل مع الشعر. في ناس وافي كرا قدير نشوف شغراف له. كي كان سيدي باش سطر لي عزيزة على هاد الشيء كتعجبها يا ابو داكشي كيما قلت لك غير البيض ومطيشه ولا شي حاجه سهله باهله ايوا راه غمق عليك هذا ما شنقول لك الشريف راه كيطيب شي حاجه ناقصه هاد الدار يعني انت كتهضر معاه وداكشي اللي كتصرف بحال حشمانه بحال هكا اللي كيبان لي واحد يومين بعد على الاقل عاد بغيت نتسول عليك عاد غادي تقول لي شي حاجه انا معاك هذا وقت الفياق عند السي الهدري فياق فياق خرجوا حمزه خرجوا حمزه يلا نمشيو مشيو كيفاش نخليو لي وليداتي والاخص الدري الصغير الناس مولفه كنخليهم كنت نيك خدامك تخليهم مع باه وما عنديش مشكل ولكن الوليد حيت صغير جاتني صعيبه شويه ونحاولوا سي عبد الخالق واقف حسكه مرتو ما عندهاش علاش تهز الهم مصطفى مهيله مازال يدخل الكوزينه دير لي مكسكسو ولا المهم كل نهار مرحبا صافي مرحبا جيب واحد ثلاثه ديال الساندويتشات ثلاثه جيبي سته ديال الساندويتشات كطيب مزيان الصراحه جيب القاعة كمان غير تونس الحاجة اللي غيحصل فيها راجلي مني غنكون أنا مسافرة هي الدرية مني غتسلو دايت بكي خصو ضروري يركبها حتى مني غيركبها غتنعس وغترتاح إوا الحب هذا الحنان وأنا بيا الشعب هادي بحصلنا هاد الحصلة هادي كوزينة كيدخل لها إلا الطر كان بوحدو علاش؟ هاد التقاريه فيها حسيبه علاش ما تعاونيني لبسي شي حاجه لبسي شي حاجه في رجلك حتى انا هو كاع تعاونيني انا راه قالت سمعتينا اكرام دابا عطله ديالك ما ديري فيها والو خلي انا اللي انا اللي واخد عطله سبيسيال ديال الناس كياخذوا عطله باش يرتاحوا انا واخدها باش هي زوينه ولا نجحت القضيه علاش ما نديروش كل عام كتجيبي شي خبز لا ها؟ علاش؟ الله يهديك حرشينك عليا كنحسن غنغوت عليك راه حسيت ولا ما حسيتش شوفي نصوب لي دابا هنا قولي يا ماما بابك مبسوطة قامتي عافية إي طيب كاين هنا ولا ما كاينش؟ العرش قطعو بيدي يعني ما غاديش يبغي صاحبه مثلا يجي يضحك عليه يقول لي شوف دارك او حيت ما كاينش مدام شوش درتي ليها او 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 نعنع بالمقص الله يا خويا ما كتحشم بالله كتضحك عليا يا السيمانه كلها غدوزها عليا ضحك ياك ها تتسى واخ يلا هو مشتا شعرك تيلا حتى انا ما مشاش لك شعرك مشتا قدي حالك انت بيدك يلا تكري مع راسك تكري مع راسك ياك سيجي انا سيري بس بكي سامي جي حتي داك الميكا حتالي حتى الميكا جاو نعم سيري ديالي لا مشفتوش ما درنا غدا دابا ها الساندويتش هذا نقداو به نكونو نوصلو دابا لبرشي كرافاتو هنا غيتغداو تما اللي بغا يدير نتكلف راسي ارتاحي ليا مع راسك ابراهيم هجوج واقف على شغل ها هي هذاك ديسكو اللي كليتو تما راه
ها هو كان فلاط فين كنتو تلعبو بيسكوي شط طبيعي تما فالك ها بشوي شط طبيعي بشوية كانت مولا الدار عيانة ولا مريضة كنعجن راسي نطيب راسي بالدراري وملي كانت كتوهم بالدري ولدي كنت انا اللي نطيب كل شيء ملي كنت في السيرفيس ديالي في العسكر كنت كندير كل شيء اي حاجه كنعتمد على راسي نخرجوا للغابه كنطيب راسي اي حاجه العسكر راه يرد بنادم راجل نعم انا سالي صافي سي محمد تعطلتي عليك واش بزاف انا ما غادي نغسل لك بابا انت ها المره كتكون جالسه معايا كتقول لي او كيفاش دايره شنو دايره ليه كنقول ليها لا كنقول ليها انا ما تبقاش دير هكا لان الناس كيسولوني بزاف علاش كدير بحال هكا هذه المره قول لي هكا ونحيدها بابا طيب راعي عندكم ياكم طيب خليه عمرهم تم عمرهم تم ناس حمد خزنهم تم يلا ستفهم ستف وحده فين هاري بغيتي اسم حمد جبد نشوف ها هذا ومني ولدت ولقيت ولد انا رغم ذلك فين ما كيتسكى دابا حدايا كان ديك الفرحه ما عمرها تنسى لي لحد الان محمد ولدي با يلا تعاونونا نجبد بطاطا باش نقلي لكم ملي مشاو العيالات شي وحدين ضرباتهم التلفا ماشي هذا هذيك بي اس بي ديال فين درتيها ياري كاع ما سولنا ماما كاع فين دارتها كاع شوف عافاك شوف من ما رجل 2000 العيالات ناشطين كيحلوا في الكادوات هذا ديالي مصطفى مني كنت جايه هذا ليا راجل عبد الطيب مني كنت جايه هذا كري كادو ديالك بارك الله فيك حسيه عقوبه لعندك ان شاء الله السعوديه اجا داك الرشيدي يلا شد لبنات طاري الحلوه ما يمشلهاش لا تفكريش واش دي جاب لي الثاني بصح باش تحسن صحه الحال ثاني ان شاء الله ثاني سعد الحال شكرا على المضاش عيار حبي عارف الشعر كي داير اما انت راه عام نديرها شوف سيده مهيله عارفك مكمله يا بنت المكمله شوف عامرك ما كنهيبوش انا هاتي شوفي انت شوفها استريله شوف شوفها فتنسها الله يعطيك الصحه دابا رشيده غنديروا لك هذه ان شاء الله وغنشوفك من بعد كي غتولي ان شاء الله كيما جيتي تحمل راجلك المسؤوليه عرفت الحشمه شمت وهدي راجلك شي اغنيه جاب لك كادوير شوفي غيره ولا شي حاجه لا كي جيتي حاجتي ثاني وجامعه وطاويه وليني ولدك جاب لي فاديه كيف نشتغل انا كتسالي لك وي اي عارفك عاد مضروبه على ام كرش وقلت مع شكون غادي بك قال زعما دوك اللقطات اللي ضعافيتي فيهم غيعطيك الشوكولاته باش النهار الاول بداو القوالب صافي ما كاينش حتى تما لا ما كاينش ما كاينش حتى مصطفى كاين كاين مصطفى واخا كيدوز شوفي خلي الدنيا بلتي واحد ساعة هادي يلا هاكي يا حبيبي بس دخلني باش تخرجي بخير تفضل باش هما يا نغمة
نورمالمون خاص يشدوا الاولاد ديالهم باش يشوفوا الكيفيه كيفاش يتعاملوا معاهم. هذا هو الهدف تاع البرنامج. ولكن كيجي بعض المرات وقت الخدمه، يعني بالنسبه للخدمه كاين مثلا دري عنده 3 شهور ولا 4 شهور ما يقدرش ياخذوا معاه الخدمه. هاتي ليلى يلاه بدلت ليها انا نجيبوا لها بيبون. جابوا لينا جوج داري صغار خلوهم عندنا، قابلناهم مده ديال واحد ساعتين بما جاوا من الخدمه. هي مسؤوليه كبيره بالاضافه بانك انت بوحدك في الدار وانت خاص تعتمد على شي حد يجيبوا لك مثلا الدراري الصغار. في الخدمه نخليهم عند واحد الصديق ديالي اللي هو مشارك معنا في البرنامج، علاش لا؟ تماما. لحقاش جوج مرات، مره ابتي جيتي دقتي تجيب ولدو وعاوتاني تدقتي تجيب بنتو، يعني حسيتي براسك بحال انت حاضر كل واحد تيجيب لك الدراري الصغار. وكاين الرجال اللي كيتكلفوا بولادهم من راسهم. سيداتي وسادتي، النجوم ديالنا وصلوا لمراكش، دابا غادي يكتشفوا الهوتيل اللي غادي يرتاحوا فيه هاد السيمان. تقدمينا انا سعوديه عسير مشكلة مع الصور. ما عارفينش أول مرة خويا كندير كار فكدب لك كلا عاود عيقصو. شنو عليكم؟ شي حاصل مع الصور؟ شي حاصل مع لي زور؟ ما خفيف هذا الشيء بلاتي شوف اما دا حيت مقنص ما عرفت كي كيديروا لي تيكيطيو والله الا كيديروا لي كنعرف كل شيء في امور البيت. شي واحد زين كي جا شوم زوين زين شي ما كناش كنحلموا بها. Thank you.
سالا بخير وعلى خير. الصباح الاول بلا العيالات، يعلم الله كيفاش الرجال دوزوا هاد الليله. محمد العسري بعينه فيه ما نعش مزيان. تصوري ثلاثه المرات ولا اربعه المرات فاق ليا الوليد مع الليل، كي غندير ما عرفت واش دار شي حاجه ولا دار الجوع ولا يعني حيرني ما قدرش لدرجه ان حتى ثلاثه الصباح عاده باش نعس ليا عاده باش قلت لك هذا امتحان غادي تحط فيه خاص ضروري انه ينجح فيه، وكي قلت غتكون منافسه بين الاصدقاء ديالو. اخي نكذب عليك، جاتني واحد صافي بكيا وطلع لي الدم وكعيت نكذبش عليك طفيه بواحد انه حتى ملي كيدخل الدار يعني كل شيء راخي عليا. نعيت وليداتي كنشوفهم هما ما كايناش، ما جاتني في شي شكل، ولكن الدريات عمره ما كان كيفكر انه يفقى منهم ليه، غنبقى مشطونه معاهم. انا كنهضر جدي ما كاينش العائلات راه ما كاين والو. كتكون ملي كتكون واحد المعاشره اللي فيها مشاكل يعني كتحس بالانسان ملي كتفكر، ملي كتكون مسؤوليه، ملي كتكون واحد الثقه، واحد الحنان بيناتهم، واحد الحب العائله، كتكون ما كفايه على مشاكل. انا ملي كتفتق واحد نفتقد واحد العنصر كنحسو كيحس بالسوسو المره. صبرت اش غندير، ما عندي من هذا الشيء. يا سيدي دير راسك ياك شي جولتك باش ندير راسي. واخا الخيبه واخا هوبا، انا نتسخر عليك عاوتاني حتى الخيبه. الباب خليتوه محلول الشي، اش كتخلو باب محلول؟ تجي ماماك راه تتسلخك شتي مضاهرك. تفيقي ديري مضاهرك ما تبقيش تخليني نبدا نقلب عليهم كاع ما لقيتش. نعسي وطيحتيهم من تحت ونعستي كاع ما قلتي كاع. توحشتي ماماك؟ ما توحشتيهاش؟ وينك واحد كيفرة انت ما عندكش كبدة على ماماك واقيلا كاع. صافي مصطفى مهيلة قرر باش يدخل الكوزينة. يلا دري يلا حمزة نوض 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 تقعد نوض تقعد فيق سلمى سلمى نوض ما تجيش وخلو تابو باش شوية يحس براسه كيفاش غيتعامل وكيفاش غيكون مع وليداته. هو أصلا مزيان مع وليداته، عاهي ملي غادي نكون أنا ما كايناش قدامهم غادي يشوف هو كيفاش غادي يعيش معاهم. مزيان بينا حسن يا خامرة سيد غسل فيق أسعى فيق يا الفيق روح باش بشي تسخن ليا تصل وجهك ياك نجمع فراشك جمع فراشك جمع والأول هكا كنديرو. يلا دابا نمشيو نغسلو. دابا زعما طويتي هاد لي زار ياك؟ الليله شويه كان شويه بالنسبه للدراري خاصهم يولفوا شويه. شفتو مع الدريه كنفيق مره كنفيق معها. من الدريه خاص السكيله فقط تعطيها السكاته. لولا فين مشيتي؟ اجا ماما اجي عند بابا. حاجه اللي غيحصل فيها راجلي مني غنكون انا مسافره هي الدريه مني غتبدات وكيخصو ضروري يركبها، حتى مني غيركبها غتنعس وغترتاح. عمر جيب لي بابا داك دانون ديالها والمعلقه. عمر وبلا هضره عمر دي بابا داك الكيسان يلا بشويه غير بشويه. شوفيا دير هذاك دير هذا الزبل ديرو هنا. مصطفى الرشيدي طلع حادق ما عندي ما نقول.
غيعصبوه هادي باغا هادي هادي باغا هادي. انا كندير ليه الخاطر مع الصباح اشنو بغيتي انت شنو بغيتي انت. هو لا هو دابا غيجي من الخدمه مزير غيطيب لي ماكله وحده يا بغاوها يا بغاو لاوا المسمن. سميرة بغيتي شي حاجه بابا؟ اجي بابا شو لي ملاحه والكمون فين كاين؟ كتلقاه تالف تالف ماعال ما عرفتش فين كاين كيبقى يجبد كل شيء ويحاط. نسيت الكومير ما زدتوش انا غنمشي نجيبو لكم دابا. ذكريات اخويا ايام زمان. سميرة نعم بابا هاجي جمعي الطابلة من بابا. وملي كانت ماما ما كناش كنجمعوها بلاصه عندك الصح ما عليكمش هي غادي نجمع على لا فين ما كايناش مادام غادي نجمع على الطابلة غادي نلعب الدور ديال المرأة في الدار. انا غنمشي نرتاح شويه ونفيق نوجد لكم غدا صافي انا ندخل البيت نعزيه. محمد الخطاب يمشي يخدم وخلى وئام بوحدها في شكال هاد القضيه. بابا شتي ما حسيت اكثر غير كنكون قليبه خطره شي راه كنت ساليت معطر ولا شي حاجه فين كنجينا اكثر غير كنجي بكري في القهوه خلاص هاي القبغة تنعس إلا فاقس دابا مخدم لها التلفازة كنفاق ملي كتفاق كتبقى تفرج في الرسوم كتاخد حليب من التلاجة وكتبقى كازة تفرج تاكلشي. حليب هداك حليب عندك كاس حليب شنو فيك حليب عافاك هي ما كتبغيش تفطر غتحصلها وغتفطرها وغتطلبها ماشي ريبي يلا هاتي حل كادير شحال راسك هادي لي بيزيشن لا لا ما كاينش هادشي غير المرة اللي غتعاوني راه ما كاينش. اجي في ماتشي اجي مش تاكلي شطها ولبسوها نعطيها لك يلا واحد تلبسيها هي الاولى تلبسيها وشطحي يلا عيش هاي هاي كسوديك هاي ها ما حولش كثير مي با دي مينيس كتبغي تمشي تلبس لبسه اخرى كتبغي يعني خصك تخليها بخطر نورمالمون خصك تقول لها لا بغيت سي محمد ياسومي لا ريسبونسابيلتي ان تي بو افيك ويام هو كيجي في العشيه كيلقاها زوينه ماشطه بابا كتضحك ما كيشوفش لا غالير ديال النهار كامل كتبكي على والو ترو غاتي فريمون ولكن بغيتو يحس شويه بلا ريسبونسابيلتي هو حنين معاها بزاف مي حنين غير بوغ مومون ماشي طول لا جورني. دابا نقول في الفشوش عندي الكادو كتحاول تشرات ولكن هي بصراحه هي كتسمع كتلعب كتبغي تضحك اش بابا اش عندي مربيات مطلوبين هاد اليامات يعني حسيتي براسك بحال انت حاضنه ديال الاطفال كاين غالي زور ما كنا كانت الشتا المناط ها كنعرف كلشي في امور البيت انا خارج مع راسي دابا سي بشايف عرفتيش غدير قال لكم اخويا هذاك اللي زار تجي مدام الطويل الله يرحم لك الوالده قلب تما قلب قيل الداسة ماماك مشكلة هادي مشات في الشطاطنا وزادت تشوف شوف تنزل ونشري تنزل ونشري تنزل وي بلاتي اخويا بلاتي راني خدام كنطويل شي حويجات الله يحفظك والله ما عرفتش كديرهم من الفوق ولا كنديرهم من التحت باش ما يبانوش كاع هما باش في الليل يجوني ساني نعم قولي انا جوي قولي انا جوي سي خنشوف صباح الخير صباح النور صباحتي هني اي بالخير اللهم لك الحمد هذا انا دابا سي محمد شوف شكون شوف شكون خذ دروجه تكون اكرا اكرا قول لي كلام دخل دخل ماشي حساب دروجي قلت لي راه غنجمعوا وقت الغدا
مشكله الغداء قلت لها بلازي الحرير المخبر كاع تقول لها بلازي دابا كنا اتفقنا اننا غنكوتيزيو وغنشريو داكشي غنتقداو داكشي بكري وسميتو ونبدا نبريباري دابا حنا ما تقدينا ما كوتيزينا ما درنا والو كي غنديرو دابا الخدمه مخبرت الاخبار دابا حنا غنعيط لهم انا نعيط لهم كلشي في التليفون باش كل يدي بيروي راسو دابا غنعيط لهم وانت العشرة عندك لا الحرير انا دومانديت عليها انا صافي كيفاش دومانديت عليها غنصايبها صافي وانا غندير معاك شي لعيبه تما صافي باش نعتذروا لهم انا نصوب شي لعيبه اخرى معاك تما في الكوزينه نصايب لكم لاباط في لاباط بون اي هاي هاي لاباط بون لاباط بون انا بغينا لاباط ديال الارض ما بغينا كاع بون شنو البوم اخويا تبون بعدين انا اي هذا ماشي عندك تما لا صافي ماشي مشكل دابا العشاء عندي انا العشاء عندك هاي صبحتي ناعس مع راسك ها كتكون ممكن تفوق مع السبعة ونص ها كنبغي خطي ماما حتى هي عم تكيد هي ضربة تمام خدامة الليل ونهار عليكم كدور يا ماما يا خلي مسكينة تسالت هي معاك في نفس الوقت العيلة الدار بين واحد تمارة العذاب مسك العذاب يا علي علي هذه اللي نعسوس شوف اختي شوفي الله يخليك نعم خص واحد باناشي الله يخليك لا زعما تيجي اختي في داك اللي كيتهزق لا اختي ما بقاش وانا جايبه ليا هو بحال عادي عندي هذا الشارب في داري بغيت انا تيلي ما شاربش شويه غنعود نغب عام وعام نجي لهنا لا لا ما يمكنش عادي لا باش الفرصه غادي نتاعي اختي ما اسمي وين بات الغد الصباح نزيد حالي ناعسين باقي ناعسين صباح الخير مالكم باقي ناعسين وين شنو راكم معجلين على فطرنا ما قالنا ما عندناش ما قالك اصحاب قالنا حنا شي واحد صباح الخير الباحيه قالنا حنا شي واحد غادي يصوني عليه مع الصباح الخير يلاه خصنا نفطروا حنا نستناو فيكم البنات كلشي تسمحوا لينا Donc, aujourd'hui à 10h, vous avez le soin du visage et la pédicure. راجلي فهاد الحاله ياك خايبه المره ما خصهاش تنسى صحتي ننسى راس راه ينساها راجل ما بغيبقاش يتفكر فيها يلاه ما بغيبقاش يتفكر فيها غيبانوا ليه شي حوايج اخرين جينا هنا عاد اختلف لنا الراي اما تما ملي كنا كنقولوا خاصنا نديرو حيت الحياه الزوجيه ما كتخليكش اصلا تمشي وش ترتاح في الصالون تدخل ديري اللي بغيتي ايوا شرب معنا شاي انا ما كنتش نحلم راسي غتكسلني قوريه وربي جابها ليا انا بغيت يا الصحه طول العمر ان شاء الله عمرني ما نكذب على ربي كنشوفهم وكنقول ويني فاش جات مسكينه حفيانه وكتحك ليا الله يا راجل الله طلع ليا وشوف بصحتكم وراحتكم تستاهلوا الف مره طيب علينا القوريه قوريه بغينا نطيب الصاغ ديال المقاصه ربي طيب ازاي ما نمشيو الحمام تخيليش كنديروا شنو كنحكو كنخرجو نجيو لدارنا نديرو الزيت رجلينا لصوت خاشر دابا الماساج عندنا لا نكتي هبنا مرة في 15 يوم ولا مرة في شهر سنطر ما كنقولي هبطني الهودة واخا تمشي للهودة ما تحكش للقاوي ما تحكش للقاوي ماريا شكون معايا؟ معاك خرشوف معاك خرشوف شكون؟ معاك خرشوف اصاحبي ني معاك تلفزيون بخير عليك باقي ما حفظتي السمية ولا؟ لا ما خصناش نسمع كذا راه عندي دراري دابا هنا على قبل الغداء اتفقنا تغدا مجموعين عندي اه دابا
واش كنا قلنا؟ قلنا باننا غنساهموا وكذا باش نتقداو هذا. ودابا حتى واحد ما ساهم، ايوا حتى واحد ما ساهم، وهذا بمعنى غنانيلو الغدا ديال اليوم. لا 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 انا موجود اخويا، انا نصيحتي موجود. راه تعرفت قال لي قول خرجوا حتى انا معاكم موجود. لا دابا غنانيلو لان ما بقاش الوقت فين نخرج انا نتقداو ونجيو العام طيب ولا بزاف. هي واخا واخا غنحاولوا نديروا شي عشاء كومبلي فيه، هو بغى يدير الحريره وانا غندير بعض التوابع ديالو هذا ونديروا شي حاجه زوينه ان شاء الله. صافي هادشي اللي كيتسوى، انت غنسالي دابا ونطلع عندك ولا هبط عندي هنا. صافي داكو يلاه هو شنو ندير؟ ندير قرنه ساندويتش. غادي نطيب لكم شي حاجه. انا مشيت والله ما عرفتش غندير، اصلا ما عرفتش غندير لهاد الغدا حمزه. ما عرفتش غنديروا كاسكروت حسن، الوقت ما بقاش دابا الوقت اللي كنت غنجيب انا ندوزو بها تن. انا نمشي نتقدا. اجي بوسي ناس. الدريفه شي ثلاثه كيدير بخير سعيد. هاد الحساب واحد ما يمشيش يخدم قبل هاد الدار. انا مع سات جوغر غندوزها بليله يلاه. كاين شي حويجات ما عرفتهمش انا في كاينين، ما وراتهمش ليا. بحال برودوي ديال نيتواياج ما خليتهمش ليا. واخا عليك العفريسه ما وريتوش العطريه فعلا. كنقلب دابا على كاسرونه، انا ما عارفش فين دايره كاسرونه بها. ما خليت لي والو. من هاد الجبد هذا متكسرون كنعرف كلشي في امور البيت. ما هي ما عرفتش فين دايره بزاف. ما جبدتهم يلا. فونيت فاش غادي يعرف ولا لا؟ نقدر ندير شي حويجات. ما ديرهمش المدى ما تعرفش ديرهم. نقدر انا نوريهم لها. لا لا هي 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 مال 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 يعني جي في بتيت فورماسيون على لا كويزين لا باتيسري وهذا. بمعنى ما عنديش ان بروبليم في الطياب، يعني الطياب عندي سهل. سهل واخا اش غادي نقول لك كتلصق شويه. عرفتي مال الخدمة؟ عندي دابا خدمة نخليها لك عمر. اسمح لي بابا. تسلم على اخوك. نخليها لك عمر حتى العشية ونجي نخدم انا. شي ولد وشي ربي. واش غدير؟ سير. وايلا. شنو الخبز امين. غادي سير جيبو راه في الكوزين. بابا انت كتقول لي سير جي سير جي، ماما ما كديرش بحال هكا. ايش اصاحبي واه. شنو رايك؟ عافاك راجلي هو اللي كيحكم في الدار. كلمه كلمته الصراحه. لا عافاك ود ياك. واخا امرنا الله. راه ملي تنحضر انا يعني راه كاين لو ريسبي ديال الاب. شو عفيان كاع قهنا. سلمى اجي 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 استعلمي من بابا. عمر ماما بدات لكم بحال هكا بحال الطير. ماما كدير حسن منه. حسن منه؟ شنو تذوقي؟ ماما كدير له البيض. لا هذه ماشي ديال البيض، هذيك ديال البيض بوحدها. يلا قول لي قول لي شنو كاين؟ قطع خبز. وازك. ها؟ وازك. 8 على 10. علاش حيدتي ديك الجوج؟ علاش اللي وديت 10 على 10؟ انا في الخدمه ديالي ما كنحسش بها، واخا تشاقه ما كنحسش بها. ولكن الخدمه ديال المحل هنا ما بين الابناء صعيبه وصعيبه بزاف. خاصك دير خاطر الابناء، خاصهم مثلا ما يتغيروش بعضياتهم، خاصك مثلا طيب لهم الفطور تفطرهم تقعدهم الصباح من النعاس تفرش لهم تاينعسو وتغطيهم.
تعطيهم حويجات ما يلبسوا. صعيبه 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 تماره صعيبه بزاف بالنسبه للمراه. الله يحسن عوانها وصراحه. انا يا سيدي البيضه فيها فلوس والفلوس قلتيو. محمد العسري كيدوز اول نهار بلا مراته. ايمن كيدير اول خطوه في حياته. ولكن بالنسبه لي كامتحان ونجح فيه راه يبقى ديما هكذا. ممكن انا ما نقدرش ندير معاهم حيت الام كتبقى مع ولادها يوميا يعني نفس الروتين هذا كيكون شويه ديال الضغط. هو يقدر يكون لاول مره يقدر يدير معاهم خاطر اكثر مني انايا. انا حسيت بان حسيت بالوحده ورغم معايا الدريات ولا الوليد مونسني وهذا ولكن هي كتبقى ديما كتبقى هي رمز في الدار. كنحاول نحاول الدريات تاعهم ما يتفكروهاش هذا ولكن لا بدا كتجي واحد المومون اللي انا شخصيا كتجي واحد الوقت اللي كان كتبان لي بحال زعما راه هي كاينه ولكن هي راه ما كايناش. خذ من فوق اليوم غادي نجيب للوالد واحد رومبلاسمون حيت الوالده مسافره هو غادي يمشي يدير العشاء يتعشى مع شي ناس داير معاهم هنا في طرونج 43 وانا غادي نقابل ليه حتى يجي. سيد هذا هو اللي غادي يلعب البوكس. النهار الاول اللي فاز السفراج داز شويه ما ماشي هذيك بحال داز شويه ديال الحزن حيت عمرها ما اخطات الدار زعما كتعاوننا على برا كتعاون كتخدم على الداخل زعما جاتنا شويه غريبه. موالفين كاع مثلا كنعسوا شويه معطلين الناس الدراري نعسوا بكري شويه ما بقاش داكشي اللي داك الرواج والضحك واللعب داكشي جات بحال شي واحد ناقص. هو شويه صعيب مشات الام فهمتي بقى الدار شويه مظلمه داكشي فهمتي كيساعدنا فهمتي كيطيب ولكن ما كيديرش داكشي اللي كديرو هي. ملي يمشي يعرف ببلاصتي بالبلاصه ديالي ملي غنمشي غنخليه مثلا يعرف بحقي وببلاصتي. العمى كهز الحمل ديال الدار كامل وإلا ما كانش المراه في الدار راه ما كاين والو. نسيت والله الا نسيت نسيت زينب نسينا العشاء اليوم يا اللي معروضين ليه نسيناه. اش تمشي دابا؟ اه المهم وجدوا شويه غادي نمشيو والمعلقه. نعم تسبينا تنتسناو الناس. انا اختي خدامه اخوتي الله يجبرك. شوفوا هاد الحريره كي غتخرج اليوم راه حرير واش من حريرات. شوفوا شحال غلطتي يا بنيتي شي لا طلع شو شحال خليتي انايا من بعيد كيبان مزيان ملي جيت القار وحدك ومغلط دق دق الحجره. ها هو لا كي هذا كيحكوا هذا هو كيحكوا هذا هو كي صافي راه نمشي جماعه سير جيب العادي جيب العادي اخ شنو نجمعوا قشاو شنو بغينا نتوكلوا لينا هادشي ما بقا تحيح عليا قول العصا انا ما حيات والله خرجت ساره وجيت حيها انا كنت خدام بهذا الشيء. اسمع السي حجوج طياب عالمي كل يوم صح سيدي اخويا الله يعطيك الصحه. ها وانا فيا كوكاو يلا نمشيو تعطلنا على السيد يلا تحرك. وي يا الزوينه
شوف عرفتي قبيله القناه الصغيره عرفتي الدري الصغار كلشي كيجذب سكت انت بلاك انت هدا انت انا عندي الخطر مع كلشي عرفتي غادير طلعهم خليهم يتبردوا لداخل تعاتي هيه ها واحد لقانا طالع ما حد لقانا راس قنيه ها شعجه بارده دايره شعبان ولي دايره شعبان قلت لك وما شعبان واتا الرضا مراكش كل شيء غادي بخير وعلى خير فاطمه الله على الشرومانسي هذه الورقه تحت الروز بحال الفرنه ديالنا الروز عمره ب ها هو خبزو هذو كما فيهم شي حاجه هذو شكرا شنو بعدا حليو والله الا عطيتي الاكل هذه غتكتب عليا في ورقه غتبقى معلقه على ودني ديرها ديما ما سخونتش واش تاخذ جدك توصل لها صاحبي وي 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 جا جوله هيك العظمي والله تا دخت لما دخت الله يهنيك اجا والبنت وعلى انا مرتاحي والله ولو تحيي شو بيشا والله واحد نصرب الحريرة وما عايزين مرتي المدام وعود بروزكم السلام عليكم هل مصطفى انا الحمد لله بخير احنا ناصي شوف احنا ناصي الحمد لله احنا مجموعين عنطر هذا عم طيب ديك الدريات كاملين عايشين فوق السلك انصار تصورنا معاهم شفناهم دابا حنا كيرحبوا بنا الشينوا شينوا اييه تاني نعطي حياني عليك عبد اللطيف راك تحير راك دوزها اسمع خليني كاع نعطي انا خويا شكرا السير بعيني تنقول لي شكرا ياك ما تعرفش حاجه واحد الصديق بغى يسول على مرته انا نعطي لك راه 10 العيالات هكا نعرفوا الحد انا كلمه كلمه لي خديجه سرحاني كلمه ايه سرحاني ومرتي لا مرتي المعطاوي لا عرفتي ديك خديجه لما شديتيهاش غدا نوريها شوف انا الخبرات شوف كي داير ايمن وعطره لاباس عليهم يقول شي بخير الو لا لا الرز الرزق لي الرزق لي شي ماكله الرزق لي واخا شتي كل وقت انا كيفاش غادي تجيبوا فيه البركه وعد عدا وعيالاتنا جابوا الثمن نصارى والشينوا عيطت لي المدام راني مهم والله يصبركم امين صونت البوطاب الله يصبركم خو ابراهيم الله يصبرك والله الا كنعيط انا كنقطافي زعما ما كاين تصويب كفي ها جربتي زدتها ها كي دايره لاباس عليك صحيحه كي داير من وليدات اش من وليدات راهم حداك حبيب زاحمو وابراهيم ما تبكيش ما تبكيش انا بكي سيري لو بغيتي تمشي من تما سيري لكندا ولا سيري تمشي لكندا واخا واخا ومن فمك ربي وليلي ليكوش كنصاوبوه العجينه كنعجنوها كلشي نطيبوه لروسنا مزيان مزيان عطيه عطيه هاك هاك عطيه علاش كاين تي عطيه شي شنو بغا عطيه الزريعه وجوجونا جابوا لنا عيالات هذوك اللي داوكم با وانتوما داوكم الشينوا وحنا جابوا لنا عيالات اخرين حتى هذوك اللي داو البنز معاهم هذوك كيبوكم في الطوموبيل اخرين يردوا في الطوموبيل ما يردوا بعد معنا ما كاينين العيالات دابا في الدار وكلشي انا مالي وريكاش قدامي الخير ها هادشي اللي كنت كنشوف اياه قدامي انا وحق الله لا شكون 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 داكشي اللي على بالك هنا هو شكون هو سعيد روح سعيد
واش السي بشعيب اغلق كل بشعيب؟ لا لا هلا قول لي ما بغاش تهضر معاك ما حملاتك صافي مالنا حنا نبسطوك وتوحشتك الصقعه بزاف ولا شويه وبلاصتك بقات قداش قد السماء هاي كذب بارك الله فيك انت بقات بلاصتك كبير كديرين الدريات لاباس كبيره انت مهلين فينا صراحه حسن واحد المفاجات ما كناش متوقعينهم والله الا واحد لابيل هنا ما نعاودش لك لامبيونس لامبيونس واحد لامبيونس ما نعاودش لك بلاصتك ما تتعاودش واخا نكون جالس في الدار نوفسي يا ربي انت تلحق نوفسي وشو نتكبداو الصباغ اللي غيتكلف بالحديد يتكلف بالحديد واللي غيمشي الصباغه يطلع يجيب لنا الصباغه ويجي شي تا هو واخا الا كنا خدامين وجا شي واحد قال لك اش كدير تيدير كنا خدامين جا شي واحد قال لك اش كدير هادي راه فرض كاينه فرضها اش كدير اخويا حدا الدار واش كدير شي حاجه اش تقول لي باش غتجاوب انا امبوسيبل يجي شي واحد يقول لك علاش كتصايبو لا ماشي امبو الا توقع يعني هاد الفيعه غيكون على شايفو عندنا باش غنجي تهضر ديك الساعه شي واحد وديك الساعه ملي هضر غنيفيتيو الهضره ديالو وغنديروا داكشي اللي غنقدروا نديروا في جيتنا وصافي علاش واحد جا وكبرناه ودرناه ما عرفتش شنو هو وبدينا كنهضروا ليه شي كيفار هذا ولا ما عرفتش شنو هو راه ما كاينش شي واحد يكون على يقين غيقول لك علاش كتصلح واش كتمنى راه ما كاينش كون على يقين راه ما كاينش اللي غيقول لك علاش كتصلح رانا العشاء الناس راه ماتوا بالجوع صافي ماشي مفكر بالجوع شوف يا مدام ما كاينش الشباك يا وتما انا مدام انا مدام وما عمك انا ما والو مني اسمعني راه واحد المعلقه مسوسه شويه والله مسوسه والله الا مسوسه نجيب لك الملح الملح هذا ساعه ما جبناه واش باتي لي شفت بيسلات صغاره العيالات مبرعين في مراكش من بعد يومين ديال الخدمه الرجال ولفوا صافي مابقاوش كيتخلعوا من الميناج الرجال دابا غادي يبداو في المشروع ديال الاقامه ها الوقت كدوز بالنشاط والضحك والراحه والحنان والتقلق حتى هو هادشي اللي غادي نشوفوه السيمانه الجايه في مدام صفرة شامت الحبيبه